للوقوف أكثر على استهداف إيران لإسرائيل من الأراضي السورية ورسالة التي أرادت إرسالها من هذا القصف، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار. أستاذ ياسر، بداية مرحبا بك. يعني ما الرسالة التي أرادتها إيران من إرسال هذا الصاروخ الذي أطلق من سوريا، والذي قال الكيان الصهيوني أنه كان يعني يستهدف مفاعل ديمونة؟ مساء الخير لكم ولمشاهديكم. يعني بتصوري استطاع بشار الأسد في نهاية المطاف أن يحول سوريا إلى صندوق بريد للرسائل المتبادلة ما بين إسرائيل وإيران، أيضا للرسائل ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. بتصوري الإيران يعني بعد ما حدث من تفجير أو محاولة استهداف المفاعل النووي نطنز، أصبح عليها أن تبحث عن ورقة لتقوي موقفها بالمباحثات التي تجري في فيينا بخصوص الاتفاق النووي ما بين الدول الخمسة زائد واحد. أنا بتصوري لذلك إيران يمكن أن يكون لها فائدة في استهداف هذا الصاروخ، في ضرب هذا الصاروخ من الأراضي السورية، كون أن إيران لطالما تعودت أن أي معركة يجب أن تجري خارج أراضيها، في حين أنها تريد أن تستبعد أي مواجهة داخل الأراضي الإيرانية. الرسالة كانت رسالة سياسية أكثر من رسالة عسكرية، أيضا صادفتها رسالة أمنية. بتصوري الرسالة الأمنية أن إيران لديها إمكانيات ولديها معلومات لتخطي شبكات الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وهذه من المنحى العسكري، ومن المنحى الأمني على أنها تستطيع الوصول ولكن لا تدمر، لأنها لا تريد المواجهة بشكل حقيقي. ولكن أنا بتصوري يمكن أن يكون أيضا هناك من الجانب الإسرائيلي مشاكل أخرى. الأولى كما ذكرنا أن إسرائيل التي لطالما يعني تبجحت على أن لديها مفاعل دفاعات جوية والقبة الحديدية وما شابه، الآن هي تقف عاجزة على أن تسقط هذا الصاروخ الذي وصل من المفترض إلى هدفه، حتى لو كان هذا الهدف غير يعني بالنسبة لها مدمر، ولكن وصل هذا الصاروخ في نهاية المطاف. أنا بتصوري هي مشكلة سياسية الآن سيصادفها نتنياهو. نتنياهو الذي تبجح بعملياته الأمنية التي جرت في العمق الإيراني وفي البحر من خلال استهداف بعض يعني السفن التابعة لإيران، بتصوري أصبح الآن إعادة نتنياهو للمربع الأول، وأنه لا يستطيع أن يتبجح على أنه الحل الأمين بالنسبة يعني إسرائيل ككيان غاصب. إلى أي مدى تتوقع أن يكون ذلك ربما دافعا لمزيد من الاستهدافات الإيرانية؟ لا أتصور إيران قادرة ولا تريد حتى إيران أن تفتح مواجهة حقيقية، وإلا لو شهدنا أن مثل هذا الاستهداف كان يعني منذ فترة طويلة. بتصوري بعد استهداف نطنز وخلال كما ذكرت يعني مما يعني أفشلها على مستوى طاولة المفاوضات، يعني كان لديها مشكلة حقيقية بعد استهداف المفاعل أنه يمكن تعطيل يعني الخبرات الإيرانية في المجال النووي عبر عمليات أمنية بسيطة. لذلك أنا بتصوري إيران كان لابد لها أن تصدر رسالة باتجاه إسرائيل وباتجاه أيضا الطرف الآخر الذي هو الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في نهاية المطاف إيران لا تريد أن تصل بالتصعيد إلى حالة المواجهة. إيران في نهاية الأمر هي غير قادرة على المواجهة ولن ترغب بهذه المواجهة، وإنما تريد أن تحسن من شروط اللعب ليس أكثر. الضربة الإيرانية تأتي ردا ربما على عدد من الضربات السابقة لإيران، لكن السؤال لماذا يعني تتخذ إيران من الأراضي السورية وليس من أراضيها يعني منطلقا لهذه الهجمات أو هذه الاستهدافات؟ إيران حتى لم تتبنى هذه العملية. إيران كما ذكرت هي تعتبر أن سوريا ساحة للصراع يمكن أن تفرغ فيها بعض الضغوطات التي تمارس عليها. إيران لا تريد أن تكون هناك حالة مواجهة عسكرية في عمق إيران. إيران تستغل سوريا وتستغل لبنان وتستغل أيضا اليمن من أجل أن يكون هناك رسائل باتجاه الدول يعني التي تريد أن توصل إليها هذه الرسائل. بتصور إيران كما ذكرت هي لم تتبنى العملية، هي تتبجح بأن النظام الأسد لديه قدرات يعني ردع، ولكن في نهاية الأمر الجميع يعلم حتى إيران نفسها هي يعني بقايا الصاروخ يقال أنها صاروخ روسي، إذا نحن نتكلم عن صاروخ روسي تم تعديله ليس أكثر، وبالتالي حتى إيران ليس لديها قوة ردع تواجه بها الكيان الإسرائيلي، ولكن إيران تريد أن توصل يعني تستفيد على المنحى السياسي ليس أكثر. نعم.
إذن إلى أي مدى تعتقد أن تصاعدا ربما يحصل وهو محتمل بين إيران وميليشياتها في سوريا من جهة والاحتلال الصهيوني من جهة أخرى في الأيام المقبلة؟ يعني كما شاهدنا إسرائيل مباشرة ردت بشكل قاسي باتجاه المطار دمشق ومنطقة الضمير، أنا بتصوري سيكون هناك مزيد من الهجمات من أجل أن يستعيد نتنياهو شيء من كبريائه المفقود. ولكن من الطرف الإيراني لا أتصور ستعود إيران إلى المربع الأول يعني تمارس حق الرد يعني أو الاحتفاظ بالرد إلى أجل غير مسمى. لذلك أنا لا أتوقع أن يكون هناك تصعيد من الطرف الإيراني. إيران وصلت إلى غايتها، هي تريد أن تقول أنها لديها أهداف أمنية ولديها رسائل سياسية موجهة، ولكن هي في نهاية المطاف لا تريد مواجهة عسكرية. هي تتفاوض الآن في فيينا وهي تريد أن تصل إلى نتائج في هذه المفاوضات ولا تريد أن تكون هناك مواجهة عسكرية معها. عبر سكايب من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار، نشكرك شكرا جزيلا.